إذا باع رجل هبتي على رجل آخر. إذا إيش؟ إذا باع رجل هبتي على رجل آخر ثم عرضها ذلك الآخر للبيع في السوق، فهل يجوز أن أشتريها؟ ما أدري إيش تقول، عرض إيش؟ إذا باع رجل هبتي هديتي على رجل آخر ثم عرضها للبيع في السوق، فهل يجوز لي أن أشتريها؟ لا، ما يجوز لك أن تسترجعها، لا من الموهوب ولا من غيره، لا تعود إليك بحال من الأحوال. نعم.